الكرات الثابتة في صفوف الوحدات. على التنفيذ أحمد يلعب الكرة خارج منطقة الجزاء، يحاول يعني أن يوجد فكرة مختلفة، لكن أعتقد أن التنفيذ كان خاطئ تماما وكانت فرصة. والآن مرتدة خطيرة لمصلحة العربي سريعة على الناحية اليسرى، دخول داخل منطقة الجزاء، سقوط على أرضية الملعب. ماذا يقول حكم اللقاء؟ هي ركلة جزاء بل فعل اللاعب رأفت علي كان خاطئ، وهو ما تسبب بهذه الانطلاقة، هو ما تسبب بالمرتدة العكسية السريعة التي قادها بكفاءة كبيرة عمار أبو عليقة، أو اللاعب بالفعل عمار أبو عليقة. دخل داخل منطقة الجزاء محمد ضميري، قام بعرقلة أبو عليقة الذي سقط على أرضية ملعب وحصل للجزاء وفرصة حقيقية لهدف أول لمصلحة العربي. باصول في مواجهة عامر شفيع، محمود يتقدم يسجل ويهز الشباك للمرة الأولى في هذا اللقاء. محمود بصول إذن يمنح التقدم والأفضلية لمصلحة النادي العربي. على يمين عامر شفيع كانت الكرة، عامر في الاتجاه الآخر والشباك تهتز للمرة الأولى في هذا اللقاء لمصلحة النادي العربي، النادي الضيف صاحب المركز الخامس، صاحب العروض القوية المنتشي بوصوله إلى نصف نهائي الكأس، يواصل العروض الطيبة ويسجل بيمينية من محمود بصول من علامة الجزاء على يمين الحارس عامر شفيع الذي ارتمى واتجه إلى الناحية اليسرى، والهدف الأول لمصلحة الضيوف، هدف للعربي كما قلت. يعني لاحظ كرة القدم كيف تحولت الكرة، كانت مخالفة لمصلحة